السلام عليكم من قناة الإخبارية السورية، أهلا بكم إلى نشرة الاقتصادية. عقد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبدالله الغربي اجتماعا مع اللجنة المركزية لتسويق الحبوب لمناقشة استجرار وتسويق الأقماح لموسم 2017. الاجتماع تطرق لتقييم زيارة اللجنة المركزية لتسويق الحبوب إلى محافظة الحسكة والإجراءات التي تم اتخاذها لشراء واستجرار الأقماح من الفلاحين والتسهيلات المقدمة لهم من قبل الحكومة لتسليم المحصول إلى المراكز المعتمدة، كما تم استعراض المراكز المعتمدة وعددها 24 مركزا لاستلام الأقماح من الفلاحين في المحافظات كافة. اليوم عقد اجتماع للجنة المركزية لتسويق الحبوب. هذا الاجتماع يتكرر أسبوعيا من أجل وضع كافة المستلزمات المطلوبة للأخوة الفلاحين من أجل تسويق كامل إنتاج الفلاحين من الحبوب. معظم الصعوبات تم تسجيلها، المطلوب تم وضعه، مراكزنا أصبحت جاهزة تماما من الناحية الفنية. الأموال التي خصصتها الدولة حوالي 80 مليار ليرة سوري، الثمن المحصول تم تخصيصها للمصرف الزراعي، 13 مليون كيس جاهزة في مستودعاتنا تم نقلها، والاحتياجات اللاحقة في حال طلبة ممكن تأمينها مباشرة. كشف مدير مشروع تطوير الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة الدكتور رامي العلي عن انطلاق المرحلة الأولى من عملية ترقيم قطعان الجاموس على مستوى القطر وتحديدا من منطقة الغاب، وأشار العلي أن الفرق الفنية المختصة التابعة للمديرية انتهت من ترقيم كامل قطعان الأبقار في منطقتي القرية وصلخض، حيث بلغ عددها 2991 رأس، في حين ما زالت عملية الترقيم مستمرة في منطقة شهبة. وقعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو اتفاقية مشروع مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لدعم مزارعي الأشجار المثمرة بسبب حرائق الغابات التي حصلت في محافظة اللاذقية أواخر العام الماضي. تفاصيل أوفى مع ميس أورفلي. وقعت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو اتفاقية مشروع لدعم مزارعي الأشجار المثمرة الأكثر حاجة من خسروا مصدر دخلهم الأساسي من أشجار الفاكهة والزيتون بسبب الحرائق الهائلة في الغابات التي حصلت في محافظة اللاذقية أواخر العام الماضي. اليوم سنوقع اتفاقية مع منظمة الأغذية والزراعة الفاو على مشروع تقديم الدعم ل 2700 أسرة في محافظة اللاذقية من الفلاحين الذين تضرروا بفعل الحرائق التي كانت بنهاية عام 2016. طبعا الهدف من هذا البرنامج الذي هو مدته عام والمبلغ المخصص له 422 ألف دولار لتقديم سلة من المساعدات والمنح لهؤلاء الفلاحين للعودة إلى العملية الإنتاجية. اليوم ستقوم منظمة الأغذية والزراعة بالتعاون مع وزارة الزراعة بتوقيع مشروع مساعدة طارئة لصغار المزارعين الأشجار المثمرة في محافظة اللاذقية، المزارعين الذين تضرروا بالحرائق الغابات التي حصلت في العام السابق. سيتم دعم هؤلاء المزارعين بشتلات زيتون وأيضا ببذار خضروات لمساعدتهم على الاستمرار. الفاو كشفت من خلال تقييم الأضرار والاحتياجات الذي أجرته بعد الحرائق بأن المزارعين قد خسروا أكثر من 50% من إنتاجهم الزراعي، وهم غير قادرين على استعادة نشاطهم الزراعي بمفردهم، حيث دمرت الحرائق أكثر من 250 ألف شجرة زيتون وفاكهة. خلال العام الماضي كانت لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو
نشاطات عديدة، قدمت حوالي 70,000 منحة للفلاحين لكافة المحافظات السورية. شملت هذه المنح تقديم بزار القمح والشعير، بالإضافة إلى الزراعات المنزلية، توزيع المنح الإنتاجية للزراعات المنزلية، بالإضافة إلى توزيع الدواجن وتوزيع الأدوية البيطرية لمعالجة الثروة الحيوانية. المشروع سيساهم في استعادة سبل المعيشة وتحسين حالة الأمن الغذائي لأكثر من 16,000 فرد، وكذلك إنتاج 8,300 طن من الخضار الشتوية في الموسم الواحد، وبقيمة إنتاج تقدر $2.5 مليون. ميس أورفلي، الأخبارية السورية، دمشق. افتتح المصرف العقاري بطرطوس مكتب له في منطقة دريكيش، بالإضافة إلى فرعه الموجود بالمحافظة، حيث يقدم المكتب خدمات دفع أقساط قروض وأقساط السكن الشبابي وقبض الرواتب. وحرصا من المصرف المركزي على خدمة المواطنين وتقديم خدماته بأقل التكاليف، قام مؤخرا بافتتاح 4 مكاتب في محافظة حمص تقدم فيها كل الخدمات المصرفية، كما تم افتتاح مكتب في محافظة القنيطرة ومكتب بمدينة جرمانة. أكدت إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيبدأ فعلياً مطلع 2018، مما يعني أن الأعمال المعنية يجب أن تكون مسجلة لغايات ضريبية قبل ذلك. وأضافت الهيئة أن ضريبة القيمة المضافة ستفرض على توريد جميع السلع والخدمات بنسبة 5%، وأشارت إلى أنه سيتم تطبيق الضريبة الانتقائية في الربع الأخير من عام 2017، حيث ستفتح الهيئة باب التسجيل في الربع الثالث للعام الحالي. توقعت دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بنسبة 3% في عام 2017، على أن يرتفع النمو إلى 4% في العام المقبل. يشار إلى أن أبوظبي تعتمد بشكل رئيسي على الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة من الدول الأوروبية بنسبة 41%، وذلك بالمقارنة بمجموعات الدول الأخرى مثل الدول العربية ودول الخليج. كشف معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط التجارية في الولايات المتحدة سجلت انخفاضاً أقل من المتوقع الأسبوع الماضي، في حين هبطت مخزونات البنزين والمشتقات الوسيطة بأكثر من التوقعات. وأظهرت بيانات المعهد أن مخزونات الخام انخفضت 1,500,000 برميل في الأسبوع المنتهي في 19 من أيار، في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى هبوط قدره 2,400,000 برميل. انتقالا مشاهدينا إلى أسعار العملات، بحسب النشرة الرئيسية للمصرف المركزي، الدولار في شركات الصرافة 517 ليرة و42 قرشا، أما اليورو 576 ليرة و56 قرشا. في أسواق الذهب العالمية، قصة الذهب عالميا سجلت $1,260.40 محليا، 18,900 ليرة لعيار 21، 16,200 ليرة لعيار 18. أما في أسواق النفط العالمية، خام برينت سجل $53.93 للبرميل، الخام الأمريكي $50.62 للبرميل. مشاهدينا، هذا كان كل ما لدينا في الاقتصاد.